السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتنا لجميع المتابعين حول العالم. طبعا اليوم الفيديو هيكون عن طريقة تنظيف القطط من الحشرات، وشوفوا معانا كيف احنا نظفنا هدول القطط بنسبة 100% من عث الاذن ومن البراغيث اللي هو الحشرات المتسلطة على البسس بشكل كبير. هلا قرب هان، ما شايفين كيف الحشرات كلها بتمشي فيه؟ مليان بطريقة غريبة، ولكن مش ظاهر عليه بسبب انه لونه غامق. البس متى احنا بننظف دنيه، مغربي هذا، شايفين يا جماعة الخير الوسخ اللي جوا دانو. نقرب على ظهره هان ورجينا الحشرات هي بتمشي فيه. طبعا يا جماعة الخير عشان نقضي على الحشرات اول حاجة بدنا نستخدم فصول الحشرات. بدنا نستخدم غسول الحشرات، نملي جسم البس كله في الغسول. زعلة شوية طبعا. قرب هان يا جماعة الخير حيكون أكبر تركز للحشرات، لأنه هاي المنطقة غالبا ما بتوصلها المية، فاهمين علي كيف؟ فبتتركز الحشرات عندنا في هاي الندفة. طبعا احنا نوصل الغسول لكل مكان. واخيرا هاي النتيجة بعد اكثر من ساعة ونص، واحنا بنحمم في هالحلوين هدول بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين حاليا هم نضاف بنسبة 100% وخاليين من اي نوع حشرات. ولو عجبكم الفيديو حاولوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واهلا وسهلا في اي حد في محل القط المدلل بتنورونا جميعا. رقم التواصل للمحل 0592145867، وصفحتنا الرئيسية على تطبيق الانستغرام اسم الصفحة معرض القط المدلل بالعربي او كات غازا بالانجليزي. اهلا وسهلا بالجميع وبتنورونا في اي وقت، ويعطيكم الف عافية. بتمنى انه الفيديو يكون عجبكم وانه تكون استمتعتم فيه، وبنترككم تتفرجوا هالحلوين براحتكم.